مرحبا وأهلا بكم مشاهدين على فرانس 24 في برنامج حدث ولا حرج، برنامج أسبوعي نطرح فيه مواضيع اجتماعية تناقش من دون خطوط حمراء. في حلقة اليوم نعطي الكلمة لفئة مهمشة بل مضطهدة في مجتمعاتنا العربية. في هذه الحلقة سنستمع إلى شهادات مثليين ومثليات لفهم ماذا يعني أن تكون مثليا عربيا اليوم بعيدا عن الأفكار المسبقة والكليشيهات. سندخل مباشرة في صلب الموضوع ونتعرف على ضيوف حلقة اليوم، وقبل حتى أن أتعرف عليهم أريد أن أشكرهم فردا فردا على شجاعتهم للقبول يعني في المشاركة بهذا البرنامج على الرغم من المخاطر التي تحدق بالمثليين والمثليات عندما يخرجون كذلك على الملأ. إذن من بيروت معنا بيرتو مقصو، ناشط في مجال حقوق الإنسان، أهلا بك على فرانس 24. من القاهرة معنا عزة سلطان، ناشطة في جمعية بداية. من بروكسل معنا عبر سكايب يحيى زايدي، مسؤول المنطقة الإفريقية في منظمة إلجا. وفي الاستوديو معنا فاطمة، طالبة سعودية مقيمة في باريس. من جديد أشكركم جميعا، وسنبدأ بالحديث مع فاطمة. فاطمة التي قررت أن تخبئ وجهها أكيد حماية لها. أهلا بك فاطمة، كذلك أكيد عدلنا اسمك. لماذا أنت في باريس؟ في الحقيقة أنا في باريس لأن الحياة في السعودية كوني مثلية صعبة جدا علي، فقررت الخروج من السعودية لبناء حياة جديدة هنا في باريس. نعم، وكيف كانت ردة فعل الأهل؟ طبعا في البداية كانت رافضة، لكن في النهاية الانصياع لأن هذا اختياري وهذا قراري النهائي. نعم، ماذا يعني مثلية؟ متى اكتشفتي أنك مثلية؟ وماذا يعني كون مثلية لك؟ في الحقيقة اكتشفت أني مثلية منذ كان عمري 13 سنة، عندما بدأت بالانجذاب إلى البنات، عندما بدأت بالنظر إلى البنات، ثم بعد ذلك تطور الموضوع إلى التفكير في إقامة علاقة وربما زواج بعد ذلك وإنجاب أطفال مع فتاة وليس مع شاب. نعم، وهذا في السعودية مرفوض تماما جدا، يعتبر جريمة بصراحة، يعتبر جريمة تعاقب يعني قد تصل عقوبتها للإعدام. طبعا إعدام أو السجن مدى الحياة وعدم الخروج أو ممارسة أي نشاط إنساني كالعمل كالحياة كأي إنسان آخر. نعم، شكرا لك. سنتوجه الآن إلى بيروت، من هناك معنا بيرتو مقصو، أهلا بك بيرتو. بيرتو أخبرنا عنك، متى اكتشفت أنك مثلي؟ اكتشفت هذا الشيء من أنا وقت الخلقت، يعني مش شغلة بتكتشفيها بعدين، هي شغلة بتكون فيك وبتبين. نعم، وهل تقبلت الأمر بسهولة؟ مثل كل إنسان هذا الشيء بيقطع بطلعات ونزلات، بس أكيد الواحد بينتهي بيتقبل حاله. نعم، أنت ناشط اليوم في مجال حقوق الإنسان وعلى موضوع أو في موضوع المثلية الجنسية بشكل خاص، لماذا؟ لا، مش بس بموضوع المثلية، أنا ناشط لحرية الإنسان مثل ما هي. نعم، وتعتبر الميول الجنسي جزء من هذه الحرية؟ أكيد، كل إنسان حر يعبر عن حاله ويعيش حياته طالما هو مرتاح مع حاله. نعم، نتوجه الآن إلى بروكسل، من هناك معنا يحيى زايدي، شاب جزائري، سنعود إليه، ولكن قبل ذلك إذن إلى القاهرة، من هناك معنا ناشطة سودانية في مجال لحماية المثليين في جمعية بداية، عزة سلطان، أهلا بك عزة. مرحبا بكم جميعا، شكرا لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن هذا الموضوع الحساس بالنسبة للكثير من الناس في مجتمعاتنا. شكرا. نعم، سنركز يعني خاصة في الجزء الأول من هذه الحلقة على التجربة الأولى أو ربما اكتشاف المثلية، ربما وضع التسمية على هذا الميول الجنسي والمشاكل ربما التي تترافق مع ذلك. أنت يعني كانت اكتشفت ذلك عندما كنت ربما في العاشرة من العمر، وهذا الاكتشاف تسبب لك بمشاكل نفسية، صحيح؟
نعم، الحقيقة الموضوع كان يعني له شقين. الشق الأول هو متعلق بالميول الجنسية التي كنت أحسها تجاه النساء، والشق الثاني هو له علاقة كمان بفكرة اكتشافي لهويتي أنا، هويتي الجنسية وهويتي الجندرية، وكيف أصنف نفسي في إطار التعريف بين يعني هنالك يعني إطار ثنائي يضعه المجتمع يجب أن تعرف نفسك فيه إما كرجل أو كامرأة. فكان لدي صعوبات يعني حقيقة في القبول بهذا التصنيف الضيق. نعم، وكيف تخطيت هذا الموضوع؟ كانت الفترة طبعا صعبة جدا، وأنا يعني كنت صغيرة في سني يعني، فبدأت في الأول بالمحاولة البحث عن إجابات عن طريق الكتب عن طريق المعرفة، وللأسف كل الكتابات وكل الكتب والأشياء التي حصلت عليها كانت تتكلم بشكل سلبي جدا عن المثلية الجنسية، وكانت تطلق عليها كلمة شذوذ، وهي يعني لوحدها كلمة كافية إنها تجعل الإنسان غير مرتاح مع نفسه ومع أخيه. وبعد سنوات من البحث يعني الكلمة للإشارة إلى المثليات هي أسوأ، الكلمة التقليدية سحقيات. نعم، أسوأ من ذلك كذلك. وكلمة الشذوذ ذات نفسها هي تحمل دلالات سلبية تجعل الشخص الذي يبحث عن إجابات أصلا ينفر من البداية. يعني أنت يعني العالم يصنفك بأنك شخص شاذ، وبالتالي أنت تبحث عن حقيقة هي أصلا أنت تعرف أنها في الآخر ستكون حقيقة سلبية. فلك أن تتصوري أنه يعني الواحد في مثل هذا السن 10 سنوات أو 11 سنة يعني ده سن في تشكل للوعي والعقل، والواحد بيبحث عن إجابات لحاجة هو يعني مش عارف يفهم. فانتقلت من المرحلة بتاعت البحث في الكتب والمعارف إلى مرحلة التعامل مع الأطباء النفسيين والسايكولوجيست، وكانت هذه مرحلة أسوأ، لأن يعني معظمهم يؤمنون أن المثلية الجنسية مرض وأنها يجب أن تعالج، وصراحة يستخدمون وسائل أنا أقل ما يمكن أن توصف بها أنها وسائل يعني غير علمية ووحشية وسيئة جدا، ولها تأثيرات سيئة على الشخص على المستوى البعيد. نعم، يعني حتى أن منظمة الصحة العالمية كانت تعتبر المثلية الجنسية حتى بداية الثمانينيات مرض، ثم أكيد يعني ألغت هذا الموضوع من قاموسها، وذلك استنادا على دراسات حول المثلية. نعم. سنتوجه الآن إلى بروكسل، معنا إذن يحيى زايدي مسؤول المنطقة الإفريقية في منطقة إلغا. أهلا بك يحيى، أخبرنا أنت عن مشوارك في اكتشاف هويتك أو ميولك الجنسية. الخطوات هي كل مثلي في المنطقة ولا في العالم كله يبدأها أنه الإحساس بالاختلاف مقارنة بالأطفال اللي في العمر تاع الشخص، ومن بعد كاين أشياء كثيرة ما نفهموهاش، ومع كل السلبيات واللي نتلقوها من المجتمع من الناس من السنة من نفس السن أو وفي نفس الوقت من العائلة والمجتمع بصفة عامة. هذه السلبيات كلها تؤدي إلى إعادة النظر في المشكل اللي في الشخص، أنه يقول الشخص كاين مشكل في نفسه وهو خطأ، ويبدأ يبحث كما قالت عزة، يبدأ يبحث على أشياء كثيرة لكي أولا نفهم وشنو هو الخطأ، لماذا نحن ليس ككل أو كالعامية الناس، ومن بعد البحوثات هذه ونلقاو الأجوبة لنا، كاين الخطوة الثانية اللي تكون تاع أولا تقبل النفس كشخص مختلف والآخر، ومن بعد توصل هذه الكلمات كما قالت عزة وشنو هي السلبية، أنك الشدود والانحراف والغير طبيعي وحاجات كما هذه كثيرة اللي لازم تواجه بها المجتمع، بما أنه
أولا تواجه المجتمع وتواجه النفس، كل شخص نفس يواجه نفسه، ومن بعد القبول بالاختلاف اللي عندنا لازم نواجهه كل هذاك المجتمع، ونحاولوا أنه نلقاو مكاننا كما يقولوا محلنا من الإعراب في هذا المجتمع اللي دايما ضد كل حاجة مختلفة. نعم، نعود إلى فاطمة في الأستوديو. فاطمة، فلنعود إذن إلى اكتشافك لميولك الجنسية. هل حاولت ربما التحدث مع أحد من حولك عن هذا الموضوع؟ الحقيقة أبدا إطلاقا، لأن من بداية المرحلة المتوسطة، من بداية الميول الجنسية، تقوم المدرسة بشكل آلي بتوزيع مطويات، بالقيام بمحادثات، القيام بجلسات للتعريف عن الشذوذ الجنسي كمرض جنسي، كإجرام كخطيئة. فأنا من خلال هذه المواقف العديدة قمت بكبت هذه الرغبة بالحديث أو حتى التصريح بها. فكان الموضوع بالنسبة لي خطر جدا الحديث عن الموضوع بشكل طبيعي أو حتى الإصرار إلى أقربائي أو إلى أصدقائي، فقمت بإخفائه تماما حتى عن نفسي في الحقيقة. نعم. وماذا تقبلت هذا الموضوع؟ في الحقيقة الموضوع صعب جدا، لم أقم بتقبله حتى الآن. فكما قلت، الموضوع بدأ من المرحلة المتوسطة، القمع والكبت. فنشأ لدي رفض نفسي، رفض داخلي كوني أنا مثلية. حتى الآن أنا أقوم بمراحل، بمحاولة إعادة برمجة نفسي أن الموضوع طبيعي جدا، وأنا يمكنني الحياة والمضي في حياتي واختيار حياتي كما أريد. الموضوع ليس سهل أبدا. نتوجه إلى بيروت، من هناك معنا بيرتو. هل تسمعني؟ مظبوط. نعم بيرتو، أكيد. يعني هناك ربما شيء مشترك لدى كل المثليين، بل الأشخاص المختلفين عامة، يعني بغض النظر عن نقطة الاختلاف فلنقل. هناك ربما مشوار شاق للتوصل إلى تقبل النفس، وبعدها ربما إلى فرض اختلافك، أو ليس فرض ولكن جعل المحيط أو المجتمع يتقبل هذا الاختلاف. كيف كانت الأمور بالنسبة لك؟ أكيد بالتين ايج تبعي قطعت بمرحلة أنه كان في عندي مشكل بهذا الموضوع، ما كنت متقبل حالي. بس الاكسبيرينس بالحياة علمتني أنه لازم وقت اللي بحب حالي بجبر الكل يحبني، وهيدي هي النصيحة يلي بعطيها لكل الأشخاص، أنه كل واحد ما فيه يطلب من الباقيين يحبوه إذا هو مش حابب حاله. نعم. So once الشخص بحب حاله بخلي مين ما كان يحبه. نعم. ويتقبله أكيد. نعم. سنعود إليك وإلى ضيوفنا الآخرين، ولكن نتوقف أولا مع موجز الأخبار. ابقوا معنا مشاهدينا.